الإحسان قبل الإطعام، هكذا يمكن أن يوصف المشهد داخل هذا المطعم التابع لأحد الخواص الجزائريين الواقع في جنوب شرق لندن، الذي يعد الوجبات الجاهزة للصائمين والمحتاجين بديلا عن موائد الرحمن التي تعودوا عليها خلال شهر رمضان المعظم. غير كما الفكره هذه جاتنا احنا صافي بيانوطو، هي كتخدم لنا في الراس. ما كيجينا لهذ البلاد ما كاينش ممكن نروحوا ونقدروا ناكلوا الفطور اكسيتيرا كما هكذا، كان شويه ديفيسيل علينا في هذاك لي مومون هذو. ومن بعد انا الحمد لله ربي رزقني بهذا الرزق هذا ورزقني بهذا القهوه هذه. قلت انا خممنا وبديناها بحاجه صغيره، انا مع الشيف سي عبد الكريم بديناها بغير حاجه صغيره، كنا نوكلوا 50 30 40. ومن بعد الحمد لله يا ربي كما قال الافطار الصائم درك انا لحقوا حتى 400 واحد كما هذا الاخر. جهزوا الطهاة الوجبات منذ الصباح على اعداد الاطباق الجزائريه، أكثر من 400 وجبة يوميا تشتمل على العناصر الرئيسية التي يحتاجها الجسم. المكان رانا نحضروا فيه الموكولات للصائمين، نديروا موكولات جزائرية كل يوم عبر السبيل، تقريبا 400 بلان وجدوها، الشوربة، الجواز، البوراك، الفاكية، ويجوزوا عبر السبيل للصائمين يديوها مع العشية، يجيوا يرفدوا القفة تاعهم ويروحوا. المساء يبدأ الصائمون والمحتاجون القدوم إلى المطعم لأخذ وجبة الإفطار التي تعودوا عليها خلال هذا الشهر الفضيل. فريد حريكان لقناة الوطنية تي في لندن.